السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظن أن الرسالة يعني قد وصلت، وأنه كلش راه واضح وضوح الشمس. لما كنا نقول بكري أن الجزائر مستهدفة، كانوا المبردعين والله يشرط شو اللي يضحكوا علينا، وانتم هاوشيتين الدولة، وانتم يعني تتكلم على الجزائر ويدخل لك الدولة، يعني خلط لك هذه في هذه، مع أننا والله رانا ندافع على وطن. أكيد لما ندافع على الوطن لازم ندافع عن الناس اللي راهم يحكموا في هذا الوطن، سينو ما درنا والو. إلا كسرت هاد الناس نتايا تسمى راك كسرت الوطن تاعك. المهم الأحداث تسلسلت ونورمالمون الناس كامل فهمت، حتى الإنسان اللي كان عنده شك نوعا ما كلش راهو واضح. شوفوا تسلسل الأحداث برك خاوتي، لما بدات بقضيه الامارات مع العامل تاع المصدر، كيفاش شو الصوره تاع الجزائريات، بعدها مباشره جات قضيه الدنيا، الطفله الجزائريه اللي خرجوا لها تصورها والفيديوهات تاعها، والشيء اللي زاد فضح كلش وبين حقيقه هذا العملاء، سواء اللي راهم في الداخل ولا راهم في الخارج الوطن. قضيه نائل رحمه الله لما الجزائريين يعني انتفضوا انتفاضه، وهذا الشيء عادي لما يسرق قتل يعني عمدي هكا بدون رحمه ولا شفقه، اكيد راح تكون رده فعل. ولكن هذا العملاء واش يديروا باش يركبوا الموجه وباش يكونوا مع نايل يعني نحو كامل الخصومات، ويقول لك لا لا هذه قضيه جزائري لازم نوقفوا. لا ما قدروش، علاش؟ لانهم ما عندهمش وطنيه وما عندهمش رجوله. واش داروا؟ ولاو يسرقوا غير التصاور والفيديوهات السلبيين فقط، يعني 90% من الايجابيات ما صوروهاش، بصح كل ما هو سلبي راح حطوا على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش؟ باش يقولوا شوفوا الجزائريين واش راهم يديروا. نظن ان الرساله هنا راهي واضحه وراهي وصلت، والواجب علينا احنا كجزائريين اننا ندافعوا على الوطن تاعنا، اننا بقدر ما نستطيع. حنايا رانا في مواقع التواصل الاجتماعي، الخدمه تاعنا وشنو هي؟ انك تعري هذا الكذابين وهذا العملاء واعداء الوطن، انك تبين للناس باللي هذا الناس عملاء ما عندهمش علاقه بالوطنيه. اليوم الامور تغيرت بزاف، ناس كي تقول لهم راهي حرب نايضه يتخيل الكلاش والبازوكا والبومبات، هذه قديمه في وقت هتلر. اليوم تغير كلش، حتى الجنود راحت عقليه جندي في كلاش ولا جندي يسوق في شار. اليوم الجندي امثال المصدى امثال ريبيكا، هذا هما الجنود. الجنود يعني وراء الهواتف، يخلصوهم يعطوهم دراهم يكثروا لهم المشاهدات ويدعموهم، ويعتبر جندي من جنود هاد العملاء. علاش؟ لانه باش يضرب لك العقيده تاعك، وباش يشكك في الوطنيه تاعك، وباش يضربك اخلاقيا حتى تولي تكره الوطن تاعك. شوفوا الحكمه، الوقت تغير خوتي. بكري كان الجندي كيتيري على واحد برصاصه يقتل واحد، اليوم هذا الجنود جنود الشياطين هذو لما يطلق رصاصه حب يقول لازم يضمن واحد 1000 ولا 2000. شوفوا خطوره مواقع التواصل الاجتماعي، يطلق كذبه، يطلق عفسه، يطلق حاجه، فتلقى حوالي 1000 ولا 2000 واحد نجروا من ورائه كالعميان، وما على بالهمش يلقوا رواحهم يسبوا في بلادهم ويلقوا رواحهم يقطعوا في بلادهم. فالواجب علينا اننا اليوم نفيقوا اننا نكونوا يدا واحده باش نحاربوا هذه الشرذمه، هذا الخبثاء، هذا العملاء اللي ربي اليوم راهو كشفوا منا، رانا نشوفوا بهم. يعني ما عندك حتى حجه ولا دليل باش تقول لا لا والسنه وطويله وعريضه وسمينه ومثلث ومربع وما شابه ذلك. فالواجب علينا اليوم كجزائريين خاصة في الغربة، نصيحتي للناس اللي راه في الغربة، انه حان الوقت انك تبين الجزائرية تاعك، تبين الوطنية تاعك. باش تبينها؟ بالاخلاق تاعك، بالمعاملة تاعك. ما تعطيهمش فرصة اخويا، ما ديرش فيديو تهضر على بلادك، ما ديرش فيديو تقول لاشان الحليب في الجزائر، لاشان الخضرة ما كاش، هذه امور جايحة. تظن روحك راك دير في حاجة مليحة، ولكن العكس، والله راك دير حاجة ماشي مليحة، واعداء الوطن هما اللي راح يفرحوا وياخذوا التصاور تاعك وياخذوا الفيديوهات تاعك ويحطوها على مواقع التواصل، يقولوا شوفوا الجزائريين كيف راهم عايشين. وهذا الشيء كما رانا نشوفوا فيه. ربي ان شاء الله يثبتنا، ربي يحفظ الجزائر بشعبها وجيشها بعربها وامازيغها. السلام عليكم.